ومساء الخير، على صباح الخير، على وحشتوني، على أشياء واجد والله. وسامحوني على الغياب، أنا فعليا أبزنس وومن مشغولة، مالكم بهذه الحساسية اللي تطلع لي من وقت لوقت. كيف أموركم؟ أخباركم؟ وعدتكم أني أنا أول شيء وحشيني، أبي أعرف وش أخباركم. معلش كنت حيل مشغولة أصلا من شوي، مخلصة شغلي. كنت وعدتكم ان احنا راح نتكلم عن موضوع الطفل، لانه واجد 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 تجيني رسائل. انا ما يصير عندي اطفال، انا ابي اطفال، انا بتزوج عشان بس يصير عندي طفل. وطبعا انا اللي حولي كلهم يقولوا لي كذي، انتي بس تزوجي عشان يصير عندك طفل طز في أبوه من كائن من يكون، وتطلقي عقب إذا ما عجبك، المهم يكون عندك. اليوم الكلام اللي راح أقوله ما راح يعجب الأغلب، لأن دائما يمكن مرات الحقيقة مؤلمة، بس أنا راح أقولها وأجري على الله، أجري مش من حد. فخلينا اليوم نسمي الكورس عنوان على أساس ينحفظ باسم العنوان هذا. خلينا نقول نسمي الكورس إذا أحببت أن تكوني أم. أوكي؟ أي إذا أحببت أن تكوني أم، خلينا نسمي الكورس ونبتدي بسم الله. يلا خلينا نحط فرضية الأول أن أنتي عندك الرغبة، يعني مو متزوجة. خلينا نبتدي أول شيء باللي مو متزوجين البنات، وحابة يكون حابة تتزوجين ويكون عندك أولاد، حلو. وبعدها بنجي على المتزوجة أصلا. خلونا نتفق، أكيد ما راح تختلفون معاي في هالشي، إن إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. يعني أي شيء في الحياة مبني على مبدأ النية. يعني لو أنا مثلا أبي أشرب ماي، يعني نيتي أشرب ماي، أنا بحط سم في هذا الماي كنية، يمكن أنا ما سويتها بس بحط سم في هذا الماي، بسم في حد أو بسم في نفسي، النية جواي انبنت لكن أنا ما طبقتها، لكن النية موجودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. واو، يعني انا معلش تليفوني رن. انا الله سبحانه وتعالى ياخذ عملي بالنيه، يعني لو كان عملي جيد الظاهر، انا جبت لك كوبايه ماي، هذا ينسون مش ينسون زهورات كمومايل مع زنجبيل، انا جبت لك كوبايه ماي، ظاهرها اني انا مره جالسه اسوي شيء كويس لك، لكن انا في نيتي من داخل اقول يا ربي اطفحها سم. تدرون اني انا راح اتحاسب على اللي داخل وما راح يتاخذ بالمظهر. وهذا طبعا مش بس في الدين الاسلامي، هذا في الاخلاقيات، ان 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 مش بس حتى مش بس ربي، حتى البشر بيحاسبك بحسنيتك. ياما وياما ناس انت يشتهدولك ظاهريا، بس انت عارف ان نيته غش صوبك، وانت عارف انه هو ما يحبك، وانه هو يدور مضرتك، وما تحب الشيء اللي هو يسوي لك يا ظاهري، وتحقد عليه وتكرهه، ويجي يوم تنطر اليوم انت اللي تنتقم من عنده وترد له، مع انه ظاهريا مو مسوي لك شيء، بس انت تعرف انه هو من داخله ما يحبك ويضمر لك الشر. إذا حتى البشر يحاسب على النية، فما بالك خالق البشر. فخلونا نروح للبذرة. أوكي، يقول لك في مثل جميل يقول وهل تعلم البذرة إن في داخلها شجرة. بذرة صغيرة شايفة نفسها شيء حقير اللي هي النية، بس هي ما تعرف إن هذه صغيرة كبرها في جواها شجرة، شجرة ممكن توصل أكبر من الفيلا اللي أنا فيها. إذا النية موجودة جوا البذرة، وهي عبارة عن الشجرة، والشجرة عبارة عن نخيل، والنخيل عبارة عن بساتين، بساتين عبارة عن كوكب وقارات.
خطورة النية. فخلونا نفترض ان انت كأنثى او انت كرجل تبغى طفل، تبغين انت طفل. طبعا هذا حقك في الفطرة، حق المرأة يكون عندها اطفال وحق الرجل يكون عنده اطفال. فانتوا مكونين نية انا ابغى طفل. طيب هذه ربع النية، باقي ثلاث ارباع النية عشان تكمل. انا ابغى طفل ليش؟ المرأة تقول لك نداء الطبيعة، انا احس اني انا الله سبحانه وتعالى ليش اوجد لي رحم، وليش اوجد لي مكان يحفظ فيه الطفل، وليش اوجد لي كل هالميكانيزم الادوات، اني انا اذا انا فيني شيء فطري يدعو الى التكاثر. في نفس الوقت الرجل يقول لك أنا أكيد كمان شيء فطري، أنا أحس أني أنا أبغى أكون أب. لهنا الأمور نيتها ماشي حالها تمام. طيب في عندنا ألهاكم التكاثر في المقابل، تخيلوا، وفي المقابل ألهاكم التكاثر كمان. عندنا آية غير ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. طب يا ربي أنت خلقت فيني الميكانيزم كمرأة اللي مهيئ للاستخلاف، عشان أخذ شيء وأنا فطريا مخلوقة فيه وبعدين أنت تحذرني منه. أبي أفهم النظام هنا الكوني، النظام الإلهي دقيق جدا على فكرة. هذا بيوصلنا لشغلة حرية الاختيار نفهمها بعدين. طيب أموالكم أولادكم أزواجكم عدو لكم، أموالكم أولادكم فتنة كمان، يعني كثير آيات الله سبحانه وتعالى، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يعني إذا أنت استغنيت عن المال والولد ترى الله عنده أجر عظيم أكثر من المال والولد والأولاد والخلفة. طيب في ناس، وفي آية ثانية، واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. في ناس، فالناس بحكم البرمجة معتقدة إن أنا إذا ما صار عندي طفل أنا ناقص كرجل أو كامرأة. وهذا الاعتقاد طبعا أكيد في العالم العربي والعالم الإسلامي أكثر من أي مجتمع ثاني آخر في العالم كله. برمجة، الحين نجي لها. الله سبحانه وتعالى دائما ربط المال بالولد، ومعروف ان المال لما يجي للانسان من غير تدبير صح هو ضرر اكثر من النفع. طيب شنو علاقة اللي ابي اقوله في ان الان كل دول العالم، من ضمنها دول العالم العربي كافة، اوكي كافة، اعلنوا ان عندهم نقص في المواليد. وش اللي خلاني سويت هذا الموضوع؟ جيني آلاف الرسائل من سنتين، أبي أحمل ومو قادرة أحمل، أبي أحمل ومو قادرة أحمل، مشاكل مصيبة، أو تحمل ويصير عندها إجهاض، أو الرجل عنده ضعف في الحيوانات المنوية، أو الرجل عنده عقم، أو الرجل ما عنده شيء بس مو الاثنين يفحصون بس مو قاعد يصير عندهم حمل، أو هي عندها بطانة مهاجرة، أو هي عندها مشاكل في المبيض، أو المهم ان المنطقه ذي اللي هي الاعضاء التناسليه، منطقه الاعضاء التناسليه عند الرجل والمراه صارت مشكله عامه. او يجي يقول لك لا والله احنا ما فينا شيء فحوصات، تقول ما فينا شيء بس ما في طفل، وهذا ما في منطق. بس هو يقول الدكتور ما توصل للمشكله الجسديه وليس النفسيه وليس الروحانيه اللي راح نتكلم فيها الان. راح انزل لكم الاخبار العالم، راح أنزل لكم الأخبار العالمية اللي تقول إن الكوكب في خطر وإن نقص المواليد صاير في كل مكان،
وإن الموضوع كومن حاصل، موضوع مشترك، ما هي أزمة شخصية عند ناس معينة فقط. بنزل لكم الأخبار بس فقط من مصادر عالمية، جبت بي بي سي، سكاي نيوز وذيلة، عشان تأكدون أنها تقارير حقيقية ومش من محطات أي كلام. يعني بنزلها بنفهم الموضوع أبعاده وشي. موضوع عدم الإنجاب هو موضوع صار عالمي. طب ليه على أيام زمان الناس كانت تفقس؟ لم يكن هذه الإمكانات، مش يقولون الآن في إمكانات طبية وفي مستشفيات، ليش اللي كانوا يولدون في البيوت ولا في الحقل ولا في البستان ولا في المزرعة ولا في البيت ولا في الحوش حريمول، كانوا يولدون عادي مثل تولد من هنا وتقوم تطبخ وتنظف والرجل نفس الشيء ما كان عنده أي مشاكل، يجيك شيبة عمره لين 90 يزوجونه، 90 والله ان عمرهم 90 و100 اقسم بالله، يزوجونهم ويزوجونهم بنات صغار على قولة البدو يقول يلقح، ثاني يوم يقول لا مرتك حامل تكون هي بنت صغيره. يعني ليش كان الرجل يلين يموت الذكر ما كان عنده مشكله في حيواناته المنويه، ليش الان شباب صغار اولاد يعني شباب رجال وبنات مش قادرين يكونون هذه البذرة اللي اسمها الطفل اللي كان بالأول الناس يعني التملل من هالموضوع، وما كان في وسائل منع حمل عندهم، وكانت القضية يعني يوم تحمل المرأة بالنسبة لها 3/4 مأساة لأنها ما عندها وسيلة تمنع وفي نفس الوقت مجبورة خلاص بتربي. وفي ناس كانت تفرح في اللي يجيها، إن شاء الله يجيبون 10 20، زمان أول الحريم يجيبون 10، المرأة اللي ما تجيب 10 عيال هذه عندها مشكلة، عندها مشكلة يعني. إيه والله، حتى على عند الأجانب مش بس عند العرب هالكلام. طيب ليش الآن بعد ما يقولون الآن في رعاية صحية وكلامهم هذا اللي يقولونه يقنعون فيه الناس ويبرمجون فيه الناس، طب ليه مع الرعاية الصحية الآن ليش مع الرعاية الصحية الإنجاب زي ما شفتوا التقارير ودول أعلنت، حتى الدول كل المنطقة أعلنوا وقالوا عندنا مشكلة ونقص في المواليد. طيب ليش أصبحت إعلانات العيادات حق العقم أكثر من الهم على القلب، أصبحت أكثر من صالونات التجميل؟ تعالوا الحين تفرجوا، بلخص هذا المنظر شفته أكثر شيء في مصر. مصر اللي يقولون لنا ان هم وصلوا 110 ما ادري 120 ما ادري كم، مش فاهمه كيف وصلوا هذا العدد، وكيف عيادات العقم بين عياده وعياده عياده في شوارع مصر، عقم 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 عقم، مش 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 فاهمه التركيبه. ونفس الشيء في العالم العربي، اغلب الوقت تمشي عياده عقم عياده عقم، مركز عقم مركز عقم، اعلانات مراكز العقم صارت اكثر مراكز التاتو. السبب شنو حصل في نوايا الناس؟ نرجع للنية والبذرة اللي غير الشيء انه صاروا يتمنون الظنة. شنو صاير؟ شنو الفرق بين نوايا قبل ونوايا الآن؟ الحين بعدين اجي اقول لك شلون تقدرين تحملين وشنو الطريقة وشلون أنت كرجل يصير عندك البيبي وشنو لازم تسوي حتى لو ما عندك مشكلة صحية وتقادر أنك أنت تسوي بيبي، بس حفهمك النية شلون لازم تنبنى عشان ما يكون هذا الموضوع عليكم ضرر. ليش الآن صار في اختلاف كبير ما بين أول والآن بالنسبة لموضوع الخلفة؟ حاجة ثانية، ليش حتى لو تمت الخلفة أصبح فيها كثير مشاكل صحية؟ يا الطفل يجي عنده توحد، يا الطفل يجي عنده فرط حركة، يا الطفل يجي عنده تشتت، يا الطفل يجي عنده ورم في الدماغ، يا الطفل يجي عنده بعيد الشر سرطان، يا الطفل عنده فتحة في القلب، يا الطفل مش مكتمل النمو حقه، يا الطفل في عاهة، يا الطفل في إعاقة، يا الطفل حتى لو كبر بعد سنتين اكتشفوا أنه ما يتكلم أو ما يمشي، اخرس عندي محتوى لا اطلع اسويك كبسة. انزين فاصل احلف مسترجل، هذا يعجبني، حملوا الاثنين جابوا بيض دجاج. طيب جايتك، وقسم بالله يدور وراي 24 ساعة.
فليش أصبحنا بهذا الاختلاف الكبير بين أول والآن؟ تعالوا جاوب. بطلع أشوف هذا الكلب. خلونا نتكلم شوي من التاريخ، من الناس اللي تكلموا عن هالموضوع. دكتور محمود، يعني الله يرحمه، من العمالقة العرب المفكر، اللي قال نظرية حلوة. قال سمك السالمون علشان هو حجمه صغير ويحس في الخطر ويحس بالهجوم من الأسماك الأخرى الكبيرة، كان لازم يتكاثر، لازم يولدون واجد علشان يكونون قطيع كبير يحمون نفسهم من الانقراض لأنهم صغار، إذا تاكلوا خلاص. قال في المقابل الفيل يولد مرة في المدري كم سنة، نفس الشيء كل الحيوانات المتوحشة أو الشرسة أو القوية، ما دجاجة تجيب كل يوم، الصقر ما يجيب كل يوم، فهمتوا؟ الحيوانات الكبيرة اللي مش خايفة من الانقراض، اللي قادرة تدافع عن نفسها، ما تحمل كل يوم، لكن الفار يجيب واجد، الأرنب تحمل واجد وتجيب واجد، ويبيضون وينفقسون كل الحيوانات بأنواعها. فهو عطى مثال حلو لهالشيء، لكن ايش قال في المقابل؟ قال سمك السالمون لازم يروح بعد آلاف الكيلومترات من البحر إلى بحر آخر علشان يحقق عملية التلقيح. ليش؟ لأن هذه الرحلة ما راح يتم فيها، لأنهم يسبحون عكس التيار. يقول إن هذا البحر لازم شرط أسماك السالمون تسبح عكس التيار كل هالمسافة آلاف فالسالمون علشان يثبت قدرته على أنه هو راح يلقح ويولدون يبيضون، يعني لازم يكون ماشي عكس التيار فيثبت أنه هو قوي، لأن الإنجاب الحمل والولادة لازم تكون للقوي، وهذه الحيلة اللي راح نجي عليها بالنسبة للبشر. فالبحر عكس التيار هو اختبار. على فكرة هذه النظرية هي للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، ومن بعدها تداولها دكتور نادر بطو وغيره تداولوها، لكن هي بالأساس النظرية هذه لدكتور مصطفى محمود تكلم فيها عن 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 التكاثر بالنسبة للبشر، وكذلك بالنسبة للخلية بعيد الشر السرطانية، لأنها تحس بخطورة. ليش يقول لك الدكاترة؟ يقول لك هذا صار عنده تكاثر في الخلايا السرطانية، لأنها تحس بخطورة إن هي راح يجي شيء يشيلها أو يشافيها أو يقاتلها أو يحاربها، فتقوم تتكاثر. يسمونها the crazy cells، الخلايا المجنونة اللي قاعدة تتكاثر بسرعة. كل ما الإنسان أو الحيوان أو المخلوق أو الخلية، كل ما هذا الشيء المخلوق حس عنده عقل وحس بخطر، كل ما يبغى يتكاثر. حلو. طيب الإنسان يتبع مين؟ هل يتبع الفيل الواثق اللي ما عمره فكر أنه يحمل ويولد وسايبها تجي بالصدفة، أم يتبع السالمون ولازم يثبت ويجهد ويلتعن خيره ويروح آلاف الكيلومترات بس على طريقة البشرية ويتعب علشان إنه يحمل أو ينجب، يعني عشان يتكاثر؟ يتبع مين فيهم؟ الآن نجي نتكلم، نرجع للنية. النية أساس، ولكل امرئ ما نوى. الله يقول إن الله لا ينظر إلى أشكالكم، ينظر إلى وين؟ إلى قلوبكم، يعني للنوايا. طب إيش نيتك أنت في الخلفة؟ الرجل يجي يقول لك أنا نيتي أبغى ولد، بصراحة أبغى ذكر يشيل اسمي. عاد من زين اسمك، آسفة أصدمك، يعني ترى اسمك يعني ما يعرفه إلا أمك وبوك وجاركم إذا كان يعرفك. هذه الشهادة. إنزين أنت تجين وشو نيتك حبيبتي؟ والله أحب الأطفال. روحي تويز ارز، ما ادري شو اسمها هذه، ارز ما ادري شو اسمها، روحي شريش لعبه لعبي فيها لعبه. هو احب الاطفال، احب اكون ام، احب. والرجل طيب انت عذرك ايش الثاني انك بيكون عندك اولاد؟
غير يشيل اسمك، أبي يسندني، أبي أربي لين كبر يشتغل، ولين أنا كبرت هو يسندني. الأم أي أنا أبي والله لا كبرت يكون عندي أطفال يسندوني ويوقفون معاي ويشتغلون ويعيشوني يعني. طيب ما شاء الله البذرة مرة مو حلوة، بذرة نيتها، أو في آخر يقول لك أنا نيتي إن المجتمع ما ينقال عني إن أنا ناقص، لأن المجتمع يحكم عليك إذا أنت ما كان عندك أولاد ينظر لك نظرة يا حرام هذا نصف آدمي، أو هذه ما عندها أولاد يا حرام هذه ناشفة هذه نص آدمية ما هي مرة كاملة. تخيل هذا مجتمعنا، هذه حقيقة. فهو يبي يجيبهم علشان يسكت هذا المجتمع أو يسكت أمه اللي تقول له أنا قبل أموت لازم أشوف عيالك منزين عياله ولا أبوه ولا المهم، يا نظرة مجتمعية يا أنه بيجيبهم على أساس أنهم استثمار، أو هي بتجيبهم أنهم استثمار، أو أنه أنا أحب الأطفال أحب ألعب فيهم، أو هو يقول لك أنا أحب البنات أحب يكون عندي بنت ألعب فيها طبعا الحين تقولوا لي طيب ليش هو في نوايا ثانية غير كذي أصلا من الإنجاب؟ إن غير إن إحنا نبيهم استثمار، استثمار رسمي يعني أنت بنك تودع فيه بتجيبه بتودع فيه بتتعب عليه علشان يردهم لك، أو إنك أنت تستمتع في الشعور هذا كطفل أو كبنت أو إيه، في نوايا أخرى اللي هي المفروض يتم عليها الحمل والإنجاب. هو مش الغاية الله سبحانه وتعالى جعل في جسد المرأة هذا الرحم وجعل للرجل الحيوان المنوي النطفة علشان يتم التكاثر بس تحت أي شرط؟ لأن حتى هذا التكاثر الله حذرنا من عنده إذا لم يكن بالنية الصح. قال لك راح يكونون أزواجك وأولادك يعني زوجك أو ولدك أو زوجتك راح يكون عدو لكم فاحذروهم. فتنة أموالكم وأولادكم فتنة. راح يجي يقول لي حد زينة الحياة الدنيا المال والبنون، هنا قال الأولاد ما قال البنون، البنون تفسيرها شيء آخر، أتمنى إن شاء الله يا ربي عم التفسير الصحيح حق المال والبنون، المال موجود تفسير المال لكن البنون أتمنى يعم تفسير الدكتور الشيخ الله يرحمه الدكتور محمد شحرور اللي هو البنون يعني البنيان يعني الماديات اللي ما يقابلها المال وليس البنون يعني الأولاد، لأن هنا قال أموالكم أولادكم، هنا قال أزواجكم أولادكم ما قال بنون، بنون يعني أبناء ذكور وهي ليست المقصودة، مو أهم اللي زينة الحياة الدنيا. ما معقول يعني ربك سبحانه وتعالى يحذر منه هنا ويحببك فيه من هنا، مستحيل. أوكي، فحتى وأهم فطرة الله سبحانه وتعالى حط لهذه الفطرة محاذير وهي النية. شنو النية؟ النية في التكاثر أنه يا الله أنا جاهز لاستقبال، يا ربي أنا جاهز لاستقبال خليفة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لما قال في القرآن عن الإنسان بشكل عام، ما قال عن المسلم والعربي واليهودي والمسيحي، ما قال عن شيء، الإنسان قال إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا الخليفة يجعل بعده خليفة من خلال التكاثر. ليش؟ عشان يعمرها، عشان يعمر الأرض، يعني ما معناه عشان يسوي شيء كويس للبشرية ولنفسه وللناس وللأرض وللحياة وللطبيعة، مش بس جاي يفكر يأكل ويشرب ويشتغل ويكسب فلوس ويعيش ويسافر ويتزوج ويتكاثر ويمرض ويموت. هذه دورة الحياة مو هي اللي الله سبحانه وتعالى قسمها للإنسان، قسم للحيوان يس إنه يتكاثر علشان الطبيعة، عشان هذا التبادل بين الطبيعة والحيوان والإنسان. طيب النية لازم تكون أمام الله هي نية أني أنا بجيب فرد صالح للمجتمع ولنفسه ولإعمار هذه الأرض. أنا أعتقد أن راح تقولون هذه فلسفة وهذا كلام فاضي وهذا، بس هذا ما قال القرآن مش كلامي، وهذه ما تدعو له الفلسفات والأديان الراقية زي الإسلام زي كل الأديان الصح. لما تجون تتعمقون فيه راح تلاقون موضوع الإنجاب وموضوع التكاثر في له شروط في له قوانين. إذا كانت نيتك ونيتك إنك تجيبون استثمار يصرف عليكم لا كبرتوا تلقوا خير، إذا كان نيتكم إنكم تصورون الانستغرام
شوي ابغى اصور انه لما يكون البيبي بلو ولا البينك بنت ولا ولد تلقي خير. مبروك توفيق انت ورجلك اذا كانت هذه النيه. اذا كان نيتكم انه ما شاء الله بتلعبون فيه وتهشتكونه او امك ترضى عليك. تبي تشوف عيالك امك النسرة قاعدة تبي تشوف عيال قبل تموت. موت يختي فكينا، انتي بتقطين رقاب ما لهم خص في الدنيا، بيجون بيشوفون مشاكل وبيشوفون فقر وبيشوفون اب فاشل وام تافهة وبيشوفون حياة زي الزفت عشان رغبتك تتحقق في ان تشوفين احفاد. ايش كثر انانية يا اختي انتي، ايش كثر انانية. وين تروحين من الله وانتي تعتقدين ان اللي قاعدة الضغط اللي تضغطينه على ولدك ولا على بنتك هذا شيء فطري؟ وين تروحين من الله؟ الأم اللي تضغط على ولدها وتآذي زوجته في مبدأ إن أنت لازم تجيب عيال، لازم أشوف عيالك قبل أموت. أصلاً أنتي بالذات لازم تموتين، لأن أنتي أذى في هذا الكوكب. أنتي لا فكرتي في حالته المادية شلون بيعيشها، ولا فكرتي في النفسية، ولا فكرتي هذا الطفل جاي لأم وأب سليمين عقلياً، سليمين ذهنيا، سليمين جسديا، زي السالمون وزي الفيل. ترى السالمون والفيل والبقرة والعجل ما يحملون إذا ما كان عندهم القوة الكاملة الجسدية، وإلا يصير في خلل فيهم وفي الطفل. فبهالحالة أنت خربتي هذه الدنيا كلها، عشان كذا يجون العيال كلهم مرضى من أول يوم، شيل المستشفى وراح المستشفى. حرام مساكين الأم والأب، مستشفى والعيادة والمستوصف والعيادة، وطلعت حرارته، ها جالة ما أدري وشو، ها كلينكس مو بطفل، ما عادوا مثل نفس أطفال أول يلعبون في الشوارع وما شاء الله يأكلون الصخر ما كان فيهم شيء. الآن واي 24 ساعة مرضى، لأن الأساس البذرة الشجرة مريضة. إيش بتطلع لك إذا الشجرة مريضة؟ بتطلع لك فاكهة أو ثمرة، صح؟ إذن النية بالأساس لازم تكون زي ما أمر الله فيها، اللي هي نية